مانشستر يونايتد يرضخ لرغبة كريستيانو رونالدو. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد. بس خلونا في البداية ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك في القناة ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. رضخ نادي مانشستر يونايتد الانجليزي لرغبة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة الحالية حسب ما أوضحت تقارير صحفية بريطانية خلال الساعات الماضية. وطرق صاروخ ماديريا باب الرحيل عن مانشستر يونايتد بقوة خلال الميركاتو الصيف الجاري في ظل رغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن مانشستر يونايتد قبل رغبة رونالدو ولن يمانع فكرة رحيله عن النادي في الصيف الحالي رغم ارتباط الطرفين بعقد يصل لخط النهاية في يونيو 24. ويعتقد النادي الإنجليزي أنه لن يمكنه الحفاظ على رونالدو والإبقاء عليه بشكل إجباري داخل أولد ترافولد عكس رغبة اللاعب، ويفضل عدم الدخول في مسلسل طويل لحسم مستقبل اللاعب. أخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.